البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين الذين في المسيح يسوع، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبلا دنس قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة إرادته، لمدح مجد نعمته التي أنعم علينا بها في حبيبه هذا الذي نلنا الخلاص بدمه غفران خطايانا حسب غنى صلاحه الذي أجزله لنا بكل حكمة وبكل فهم، إذ أعلمنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليكمل كل شيء بالمسيح، ما في السماوات وما على الأرض، فيه هذا الذي فيه أيضا أخذنا نصيبا معينين منذ البدء حسب قصد الله السابق الذي يعمل في كل شيء حسب مشورة إرادته، لنكون لمدح مجده نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا أنتم سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا آمنتم وختمتم بالروح القدس الذي للموعد، الذي هو عربون ميراثكم لفداء الحياة لمدح مجده. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. كونوا مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسألكم كلمة عن سبب الرجاء الذي فيكم، لكن بوداعة وتقوى، ولكم ضمير صالح لكي يخزى الذين يتكلمون عليكم بالشرور والذين يعيبون سيرتكم الصالحة في المسيح، فإنه خير لكم أن تتألموا وأنتم صانعون خيرا إن شاءت إرادة الله، من أن تتألموا وأنتم صانعون شرا، لأن المسيح أيضا قد مات مرة واحدة من أجل الخطية عنا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، وبهذا أيضا ذهب فبشر الأرواح التي في السجن التي عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر في أيام نوح الذي صنع فلكا وفيه خلص قليلون من الماء، أي ثماني أنفس، فهكذا أنتم أيضا الآن يخلصكم بمثال المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو جالس عن يمين الله، إذ قد صعد إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات خاضعة له. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. ثم إن ملاك الرب تكلم مع فيلبس قائلا: قم واذهب وقت الظهيرة على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة، هذا كان على جميع خزائنها، وكان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في إشعياء النبي. فقال الروح لفيلبس: امضي والتصق بهذه المركبة. فأسرع فيلبس فسمعه يقرأ في إشعياء النبي، فقال له: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ أما هو فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يركب ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل خروف صيق إلى الذبح، ومثل حمل صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي وقال لفيلبس: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ يبشره بيسوع من هذا الكتاب. وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنعني أن أعتمد؟ فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، وعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يعد يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 12 طوبة، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. رتبت الكنيسة إن النهاردة يكون تاني يوم عيد الغطاس المجيد، وتكون الصلوات فيه بالطقس الفريحي، ولا يصام صوم انقطاعي. بركة مخلصنا الصالح الذي اعتمد لأجلنا تشملنا جميعا. آمين. وتحتفل الكنيسة كمان النهاردة بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل، رئيس جند الرب الشفيع في البشر. شفاعته المقدسة تكون معانا. آمين. وكمان النهاردة يا حبايبي من سنة 22 للشهداء اللي بتوافق سنة 306 ميلادية، استشهد القديس تدرس المشرقي. اتولد في مدينة صور في سوريا، وعلشان كده ملقب بالمشرقي، وهو غير القديس تدرس الشطبي. كان باباه وزير، وهو كان قائد في الجيش الروماني وحارب ضد الفرس،
وشاف في رؤيا سلم عالي لغاية السماء، والرب يسوع المسيح قاعد على قمته ومعاه الملائكة، وتحت السلم تنين رمز للشيطان. ربنا قال له إنه هيكون شهيد مع زملائه لوانديوس وبني كاروس. وبعد ما حصل صلح مع الفرس، رجع القديس لأنطاكيا، لقى دقلديانوس كفر بالإيمان وطلب منه يبخر للأوثان فرفض، وأعلن إيمانه بالسيد المسيح وصرخ بصوت عالي لجنوده وقال: اللي عاوز يكون شهيد على اسم السيد المسيح يجي معايا. كلهم قالوا: احنا كلنا معاك، إلهك هو إلهنا. اتغاظ الإمبراطور جدا وأمر جنوده إنهم يسمروه على شجرة، لكن يا حبايبي كان ربنا بيقويه ويعزيه. واتغاظ أكتر، سلمه للوالي وعذبه ونفاه، لكن ربنا بعت له رئيس الملائكة ميخائيل علشان يشجعه لغاية لما نال إكليل الشهادة. بركة صلواته تكون معانا، آمين. وزي النهاردة كمان من سنة 20 للشهداء اللي بتوافق سنة 304 ميلادية، استشهد القديس أناطوليوس الفارسي. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. باركي يا نفس الرب أيها الرب الإله، قد عظمت جدا الاعتراف وعظم الجلالة، تسربلت اشتملت بالنور مثل ثوبي. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فلما نظر إلى يسوع ماشيا قال: هو ذا حمل الله. فسمعه تلميذاه يتكلم فتبع يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقال له: ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فأتيا وأبصرا أين كان يمكث، وأقام عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة، وكان عند راوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا من يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا سمعان أخاه
فقال له: وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال له: أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى كيفا؟ صفا الذي تفسيره بطرس. وفي الغد أيضا أراد أن يأتي إلى الجليل فوجد في لبس، فقال له يسوع: اتبعني. وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة دراوس وبطرس. فوجد في لبس نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: هل يمكن أن يخرج من الناصرة صالح؟ فقال له في لبس: تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. فقال نثنائيل: من أين عرفتني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن يدعوك في لبس وأنت تحت شجرة التين رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت هو ابن الله، أنت هو ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت شجرة التين؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، إنكم سوف ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. والمجد لله.